أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل فيها محظور؟ إذا كانت للحاجة والمفاهمة لا بأس بذلك، أما إذا كانت لأجل ما يسمونه بالمداعبة أو المضاحكة أو المغازلة إنها لا تجوز، لأنها ليست زوجة إلى الآن، هي أجنبية. الله جل وعلا قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم.